فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى صحيح البخاري. طيب بما هنا من الخداع في البيوع. وقال أيوب: يخادعون الله كما يخادعون آدميا، ولو أتوا الأمر عيانا كان أهون علي. سبحان الله، نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله، الأمر علينا شديد. قال المصنف: حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك النجم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، فقال: إذا بيعت فقل لا خلابة. هو كان يقول لا خنابة، ونحن شرحنا هذا الحديث في المعاملات، أطلنا فيه. في قوله: وقال أيوب، هو أيوب بن أبي تميم السختياني: يخادعون الله كما يخادعون آدميا، ولو أتوا الأمر عيانا كان أهون عليه. وصله وكيع في مصنفه عن سفيان بن عيينة عن أيوب وهو السختياني. نعم. والمعنى هنا: لو أعلنوه دون التحايل لكان أخف في المعصية، ولكن لما أتوا به على شكلة اليهود فكلنا على شكلته يعمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوه فأذابوه فأكلوا ثمنه، وحرم عليهم الصيد يوم السبت فنصبوا الشباك يوم الجمعة وحصلوا ما كان صيدا يوم السبت يوم الأحد. نعم. فيقول ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ان رجلا كان يتبايع، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخدع في البيوع، فقال: اذا بعت فقل لا خلاب. المعنى هنا في هذا الباب انه المعنى هنا في هذا الباب انه ان وجد خديعه فعليه ان يقول بذلك، يعني لا خلابه حتى لا يخدع، ويكون شرط بان يرد. ومع ان ذلك كما شرحنا في البيوع ان الرد يكون الرد بالعيب جائز، الرد بالعيب، وايضا ان يكون الغبن الفاحش سبيل لرد السلعة وفسخ العقد. نعم. والخداع نفس الأمر. يقول عبد الله بن جرير البجلي: إني قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. اشترى فرسا فأعطاه الرجل به 300 درهم، هو بعدما ركبه قال: يا رجل بخست حق فرسك، إنه يستحق أكثر من ذلك، حتى اشتراه 800 درهم أو 900 درهم قريب من ذلك. ولما سألوه عن ذلك قال: بعت رسول الله على النصح لكل مسلم. فالغبن والتغرير بالمشتري عيب ترد به السلعة. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا خلاف. يقول: لا تلزمني خديعتك، ولا 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 أقبل البيع معك على الخديعة. وكما قلت، الخداع عند الله جل في علاه او الحيلة على اسقاط الواجب او ارتكاب المحرم فهذا لا يجوز بحال من الاحوال، وانه عند الله جل في علاه اعظم من ان ياتي الامر على بابه، لان الخداع فيه مكر وفيه سيئة بعد السيئة. وقال العلماء: وهذا لا يمكن للانسان ان يكون
ظانا بالشافعي وبغيره أنه قد يبيح ذلك. وحقيقة الأمر مذهب الحنفية فيه شيء من ذلك، مذهب الحنفية فيه شيء من ذلك. قال ابن القيم في الإعلام: أحدث بعض المتأخرين حيلا لم يصح القول بها عن أحد من الأئمة، ومن عرف سيرة الشافعي وفضله علم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل التي تبنى عليها الخداع، وإن كان يجري العقود على ظاهرها ولا ينظر إلى قصد العاقد إذا خالف لفظه، فحاشاه أن يبيح للناس المكر والخديعة، فإن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره فلا يعتبر القصد في العقد، وبين تجويز عقد قد علم بناؤه على المكر مع العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره، ومن نسب حل الثاني إلى الشافعي فهو خصمه عند الله، فإن الذي جوزه بمنزلة الحاكم يجري الحكم على ظاهره في عدالة الشهود فيحكم بظاهر عدالتهم، وإن كانوا في الباطن شهود زور. وكذا في مسألة العينة، إنما جوز أن يبيع السلعة ممن يشتريها جريا منه على أن ظاهر العقود المسلمين سلمتها من المكر والخديعة، ولم يجوز قط أن المتعاقدين يتواطئان على ألف بألف ومائتين، أعوذ بالله، لا يمكن أن يظن بالشافعي أن يقول كذلك. لكن يقال أنه لما أجراها على ظاهرها وكان فيها المكر والخديعة أو أنها زريعة إلى ذلك، كان الأولى به أن يفتي بسد الزريعة لا أن يقول بالحكم على ظاهره. ده اجتهاد بعض العلماء في الرد على 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 إجراء العقد على على ظاهره. يقول: ثم يحضران سلعة تحلل الربا ولا سيما وإن لم يقصد البائع بيعها ولا المشتري شراءها، ويتأكد ذلك إذا كانت ليست ملكا للبائع، كأن يكون عنده سلعة لغيره فيوقع العقد ويدعي أنها ملكه ويصدق المشتري فيوقعان العقد على الأكثر ثم يستعيدها البائع بالأقل ويترتب الأكثر في ذمة المشتري في الظاهر، ولو علم الذي جوز ذلك بذلك لبادر إلى إنكاره، لأن لازم المذهب ليس بمذهب، فقد يذكر العالم الشيء ولا يستحضر لازمه حتى إذا عرفه أنكره، وأطال في ذلك جدا. وهذا ملخصه من كلام ابن القيم، وهذا كلام صحيح، لأنه لا يمكن للإمام الشافعي أن يرضى بخديعة الله جل في علاه، أو يرضى بأن يتحايل المرء ليسقط واجبا أو ليبيح محرما، وما كان الشافعي يقول بذلك بحال، حتى في حديث لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع في مسألة الشاة، فإن الشافعي قال بذلك، قال خشية المخادعة، خشية إسقاط الزكاة في هذا. ولذلك نقول العقد الذي ظاهره يعني الصحة ويرى من خلفه أنه سيكون فيه التحايل، سده وأغلاق بابه هو الأنسب وهو الأقرب إلى السنة، فيقال بالعمل بسد الزراعة على المالكية والحنابلة هو الأولى في ذلك. لذلك تعجبنا جدا من قول الحنابلة بأن الشراء أو البيع الذي فيه شرط ربوي، قال إذا غلب على الظن أنه لا يقع في شرط ربوي له أن يمرر العقد، وهذه ذريعة إلى أن يقع في شرط ربوي، هذه ذريعة إلى أن يقع في ربا. لذلك كان الأسلم، وده عجيب من الأئمة، يعني هذا عجيب، لو تنظر لما الأئمة يعني فعلوا ذلك، عجيب من أمر الأئمة سبحان الله. لذلك الخداع والمكر عند الله جل وعلا أعظم ذنبا من الذي أتى الأمر على بابه. الفوائد المستنبطة: أسوأ الناس أهل المكر والخديعة، شيخنا هذه الصفحة تتهجم من الأفاضل وصحابتها، قامت بالإساءة إلينا فقمت بأخذ الصفحة وحاولت أن أنسى. الله لك ذلك، لك ذلك وألف ذلك كمان، ما شاء الله، رضي الله عنك. بائع المربحة في البنوك الإسلامية من الحيل، بائع المربحة في البنوك الإسلامية من الحيل، تفقدوا الفضلاء منكم، وعائشة هذه من الفضليات صراحة، ولها ما لها من الخير الكبير، لما تتركونها تتغير؟
لفض فوق صاحب ردها علي لفض فوق افعل ذلك وفوق ذلك. الفائدة الثانية الخديعة تفسد العقد. الخديعة تفسد العقد. من أفضل قواعد الإسلام سد الذرائع. الفائدة الثالثة يقول حسام استشهى علينا شيخنا في حديث أول ما يحاسب عليه المرء العبد يوم القيامة الصلاة وحديث أول ما نعم ليس فيه إشكال يا حسام. أول ما يحاسب عليه المرء في 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 حق الله الصلاة، وأول ما يحاسب المرء في حق العباد الدماء. نعم كما قلت الأماجد نتفقدهم. أما صاحب الخيانة ولو بطرف العين هذا لا قيمة له، الناس أوزانهم بما فيهم من الوفاء، الناس أوزانهم بما فيهم من الوفاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث الصحيحة أنت الآن لست طالبا في الحديث عشان تعلم الصحيح من الضعيف، عليك أن تقلد عالما قد أفنى عمره في ذلك، وعليك الألباني من أوسع الناس بحثا في ذلك وإن كان يصيب ويخطئ، لكن عليك أن يعني تذهب إليه في هذا الباب. مسألة بيع الدرهم بالدرهمين هذا تحريم بالوصف دون الأصل يا منار. أم عبدالله تقول بيجتزئون مقاطع عشان تعمية العوام. نعم إن الله هو يقلب الله السحر على الساحر. المنافق يؤتى بنقيض قصده. أي نعم مسألة سد الذرائع عند المالكية قوية جدا تقوي مذهبه في البيوع بذلك صراحة يعني. والمالكية من 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 أعظم المذاهب تحقيقا لها، حتى الحنابلة لم يصلوا إلى ما وصل إليه المالكية في هذا. الاختلاط منعه أفضل، أما إذا كان الاختلاط فيه ليس فيه ما يدعو إلى الشهوة قد يكون جائزا لكنه خلاف الكمال. رد الله عنك يا سمراء، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك ووسع عليك أمرك. أقول لك أيضا عائشة فاضلة جدا، عليك أن تبحث عنها، لما تغيبت كل هذا؟ كما قلت الأوفياء وجب البحث عنهم. نعم هو عامة الهجوم على العلماء أمر سنة كونية، الله له حكم في ذلك، لابد أن تعلم بهذا. وأيضا هذا الله تعالى يفعل ذلك من أجل أن يخرج في واحد أصلا يكن أعداء العالم بس لا يستطيع يظهره، يخاف أو أنه يعني يحاول أن يلبس ثوبا مزينة، فلما يجد هوجة على إنسان يقع على طول تتراه يعني يظهر خبيث ما أضمره سريعا. الله له حكم وشؤون في ذلك. الشيخ الألباني هذا ما ينكر فضله إلا خبيث خسيس. الله ما هذه الكلمات الطيبة، من كذا جان. الله يهديك يا باشمهندسة رضي الله عنك، أصبحت شاعرة. أنا آسف شيخ مشرف جزاك الله خيرا رضي الله عنك، أنا في القاهرة سامحني رضي الله عنك حبيبي رضي الله عنك أوائل أحسن الله عليك. بس أنا سناء أذنود هذه من فضلات المغاربة، امرأة بألف رجل سناء هذه، لكنها أيضا مخها في كيمياء نفس الحكاية حدة شديدة جدا، لكن هذه المرأة بألف رجل. وشيماء هذه شيماء صاحبة الأكاديمية صحيح؟ نعم امرأة نقية جدا ومتقنة في القراءات، أشياء مفاخر 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 لنا جميعا. خديجة محمود هذه لما
لما يعني تغيبت عن الدروس؟ لما؟ عجيب. اللهم ثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، اللهم ثبت لنا هذا الخير محينا أبدا. رضا عنك يا أستاذ أحمد، حفظك ربي حبيبي. وأيضا أين تارة؟ لما نسيتم أيضا تارة بهذا الباب؟ آه نعم، سان دوكان صح. نعم الدكتورة سكاين هذه مرموقة، هذه امرأة أعطاها الله جل وعلا من كل الخير، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الأمة الإسلامية، وأن يجعلها لأهلها نبراسا وأسوة، وأن يشكر لها صنيعها للإسلام وأهل الإسلام، وأن يثبت الخير فيها وفي أولادها وأهلها وزوجها، وأن يحسن إليهم جميعا. اللهم أمين يا رب العالمين. طيب إلى شعب الإيمان. شوف عبد العزيز قال كلام عجيب عجيب، الأزهري، هذا الأزهري المغربي أو الجزائري، قال من أهم أسباب الحقد والحسد أنهم لم يستطيعوا أن يقدموا شيئا للأمة. صحيح والله، صحيح والله، هم مفاليس، مفاليس في كل شيء، مفاليس في كل شيء. وائل يقول استوقفني قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، وتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. بيقول لهم أجر غير ممنون، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث. نقول أخي الكريم هذا بيان، تخصيص ببيان أنه الأعمال الصالحة لا تنقطع، وهذه الأعمال الصالحة المقصود بها ثلاثة: صدقة جارية علم ينتفع به، أو الولد الصالح الذي يدعو له. فيكون هذا عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص. أبا 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 البراء، ماذا أفعل فيك؟ ماذا أفعل فيك؟ فوائد فيصل كلها حرام، كلها حرام. كل البنوك الإسلامية الآن تتعامل بالحيلة على الربا، بالحيلة على الربا. نعم يا كريم، وأنت أدرى مني بذلك، يتعاملون بحيلة على الربا. وإن كان فضيلة الشيخ ياسر بيقول بالجواز، لكن أنا أدين الله بأن كل هذا حيلة على الربا. ترى إيش؟ تعمل حساب جديد، جيد أنك تعلم ذلك، لكن هي أيضا كيف لا تتفقدوها وهي أخت فاضلة راقية جدا ومحبة للعلم، وكان لها فوائد كثيرة. أيضا انقطاعها يعني لا يصح عدم الالتفات لمثل ذلك، لأنهم من الأفاضل يعني. إذا ابحثي عنها يا سمراء، لأنها أيضا فاضلة جدا. وإذا كانت ترى بتدخل بحساب آخر، يبقى الحمد لله أنها تستفيد بالخير، لأنها أهل لهذا الخير. لها ما لها من سمات الشخصية الراقية، ولها ما لها من الحرص على العلم وأهله. مدد مدد، قل مدد مدد يا رب، إياك يا أبا البراء أن تدخل فيما يؤذيك عقائديا. صراحة أيضا تعاتب الدكتورة كيف تترك هذا الفضل، ومثلها لا 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 يدع لا يدع يعني إسراعا وهرولا للخير إلا وتسعى خلفه. المتفائلة هذه أنت جند من جند، أنت جندك الله لكل هذا الخير والله. نعم تفقد الجميع، ولذلك لهم خير. يقول ترى رأيت على الفيس حساب جديد. طيب جيد جيد، الحمد لله، المهم أنها تستفيد، وهذا أفضل ما يكون. يا أبا البراء، كل تعامل البنوك الإسلامية كله على التحايل على الربا، فهمت ما أقول ولا ما فهمت؟ حرام التعامل معه. لو ما حصل نظر الشيخ أو هو جلس مع بعض الرقابة الشرعية وبينوا له ذلك، سيرى هذا الباب. رضي الله عنك أحمد عبد الهادي، حفظك ربي حبيبي، حفظك ربي. رضي الله عنك يا سمراء، هذا من نبل خلقك.
الحمد لله الحمد لله، الله يجعلهم خير ناس وخير جند وأساس لنصرة هذا الدين. اللهم أمين يا رب العالمين. استغفر الله. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.